أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتم عم تشوفونا في حلقة جديدة من برنامج المواجهة، البرنامج اللي بيطل عليكم في كل يوم خميس في تمام الساعة 10 مساء. في كل ضيف بيكون معنا حلقة جديدة، في كل حلقة بيكون معنا ضيف جديد بتحملنا ونتحمله. ضيفنا لليوم إنسان أنا بعرفه من 8 سنين بجوز 7 سنين من أنت صغير كتير. ضيفنا لليوم الأستاذ أحمد الكردي، يسعد مساك أستاذ أحمد. هلا عبود، وهلا فيك، وهلا في كراميش، وهلا في كل حبايبنا وجمهورنا الحلو والمشاهدين، وزمان ما طلينا عنهم في شاشتهم الحلوة، شاشة كراميش. وبدي أشكر اهتمامك صراحة، يعني بداية قديش أنت يعني حريص على شغلك وحريص مثابر. أنه مثابر وشاطر، والله يوفقك يا ربي ويكتب لك التوفيق والخير، والله يعينك علي بهالحلقة الحلوة. وصراحة شوف أنا من قبل الحلقة قعدت مع أستاذ وسيم أبو نفاع، هذول الأقارب منك، قلت لهم أنا خايف من أحمد الكردي، أحمد الكردي يعني إنسان مش سهل، فأنا اليوم يعني مجهز إعداد. إحنا جلسة إعلامي لإعلامي ولا فنان لفنان؟ أنا بتحب إعلامي لفنان. إعلامي لفنان. طيب أنت كويس. فناننا اليوم وأنا الإعلامي اليوم. طبعا أحمد الكردي كان يستضيفني زمان في كراميش في برامجه، بس أنا أول مرة بستضيفه. هم بتذكروا وحافظين. أنا أول مرة بستضيفك لعلمكم. بدي أحكي شغلة للي جنني ومو بده أحمد الكردي من الموسم الماضي، وأنا بترجم أحمد الكردي. لا يا عمي، ليش ما رضيت تيجي الموسم الماضي؟ لا ما هو أنت تشوش سمعتنا قدام الجمهور. شو راضي يا جماعة؟ إيش في؟ لا والله إحنا يعني الفترة اللي أنت طلبتني فيها كانت فترة انشغالات، وإحنا في عالم الفن وعالم عالم الاستوديوهات والتنفيذ وكذا، يعني شغلنا مش دائم بقدر ما إنه موسمي عبود. يعني إحنا أحيانا هيك بتهبلها هبة هبة، يعني إنه كله أجمع بعض، فبتشتغل لك فترة طويلة وبتكون أنت معجوق بهذا الشغل، بعدين بترد بتروق، بعدين هلا أنت مرحلة روقان. يعني إحنا لا والله أنت في يعني أنت جايب نص الهبة، بس يعني ما حبيت عشان ما تحس إنه الموضوع شخصي. يعني أنا تشرفت فيك والله، وأنا أكثر والله أنا أكثر. يعني بشرف إنك أول شيء بتعرف إنه على صعيد شخصي أنا بحبك كثير. الله يسعدك والله، وأنا أكثر. والله وتربطني علاقة قوية كمان مع العائلة، يعني نعم. مع الوالدة الله يحفظها يا ربي، ومع اخوانك الحبايب كلهم نوجه لهم تحيه. الله يكرمك يا رب. استاذ احمد، في البدايه الكادر عم بطلب منا نسمع شيء هيك افتتاحي بصوت احمد الكردي. الله، من البدايه هيك شيء هيك يعني روق عليه. انت ما قلت لي بدك تغني، ما انا ما جهزت، قلت لي بس كله مواجهه وهيك. طيب التحياتي لكم يا الربع هادي، وعمل جاكم غدا هالبال هالبال هادي. التحياتي لكم يا الربع هادي، وعمل جاكم غدا هالبال هادي. وخي عبود انت يا اغلى العبادي، شهامي ومرجلي ونخوي وادام. الله الله. اوف 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 اوف. طبعا هذا الاعداد هذا ما حيأثر على الحلقه. لا لا انا هذا ما شاء الله صوت، هذا مدح بشخصك وليس دم. يعني استاذ احمد انا من المعجبين بصوتك والله، انت ما الله شاء الله انت وانت منشد وما شاء وانت الله، صوت حلو، من زمان كنا نتوقع لك مستقبل. الله يسعدك، يعني شايفني نجحت في المجال والله ما شاء الله عليك. يعني انا شايفك شوي ماشي، بتذكرني بحالي لما كنت ماشي على اكثر من خط. يعني انا كنت ماشي في مجال الاعلام والتقديم والكذا في بدايه مشوار الفني،
وكنت ماشي في المجال الفني ماشي. وكنت ماشي في المجال يعني الموسيقي اللي بيحتوي كل هذه المجالات. فأنا يعني على صعيد البرامج قدمت وكذا، وعلى صعيد يعني الإعلام عدينا، وعلى صعيد الفن قدمنا. إن شاء الله أنه ربنا هيك يعني أول شيء يتقبل منا. بس هو في النهاية لابد من تخصصي، يعني لازم تلاقي حالك في أكيد. مكان أكتر من مكان، فبتلاقي حالك ميلت عليه دايركت. يعني إنه هلا هو أنا حاب أدخل في كل شيء بخص إعلامي وما إعلامي، وعم بدرس إذاعة وتلفزيون. والله مش غلط. أنا بعتبر إنه كل هذه يعني كل هذا الموضوع هو عبارة عن سيركل، يعني دائرة وبتقدر تلف عليها كلها إذا كنت حدا موهوب وحدا. وشوف أنا أقول لك شغلة وهذه كتير مهمة لجمهورنا، الكاريزما هي اللي بتحكمك. يعني في ناس الله معطيهم هيك حب للكاميرا، الكاميرا بتحبه، بس واقف قدام الكاميرا بيطلع شكله حلو وناس بتحبه وكذا، وهذه من عند الله. هذه يعني قد ما يكون في إعلام، وأنا ربنا عاطيني هالأشياء أنا متأكد يعني. فعشانك أنا بقول لك أنت معك هاي اللي شو اسمه، استغلها، برافو عليك. الله يسعدك. طيب جود. بالبداية أنا في شغلة بنوح عليها، إنه أي شخص بقدر يتصل علينا. شغلة بتنوح عليها؟ بنوه. بتنوه، فكرت. أي شخص بقدر يتواصل معانا من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أي شخص عنده أي انتقاد أو أي سؤال محرج إشي، أنا بحبك وأنا أعزك، بلاش منه. في البداية أنا بدي أعمل شغلة ما عمريش عملتها صراحة. أنا بحبك. بوجهش تحية أنا، بس اليوم ده وجه تحية. إذا لأمك ماشي. الله إذا لما أنت عارفني، والله إنك عارفني، بوجه تحية والله للوالدة اللي في كل يعني حلقة يا جماعة بتهتم فيه ومظهري. أنا والله مريح راسي من الموضوع يعني. فكل التحية للوالدة العزيزة أم محمد. كل التحية خالتي أم محمد. لا أنا يعني بدي أوجه لها. أنا بدي أوجه لها مش أنت. الله يسلمك. لأنه أنا زمان ما التقيت في شخصها الكريم والله، وهي يعني ما شاء الله أخت فاضلة وامرأة فاضلة وما شاء الله عنها، وكل التحية خالتي أم محمد، الله يسعد مساك. طيب بدنا نبلش إعداد المواجهة، بنبلش في الأسئلة السهلة البسيطة ونحمل شوي شوي. ما بدي أسألك شو البطاقة التعريفية لأحمد كردي، سؤال الحرق ما بدي أسألك. طيب. خلاص انتهينا. المفروض الكل اللي عم بيحضر الحلقة اليوم بيعرف مين أحمد الكردي، كونك كنت في يوم من الأيام نجم من نجوم القناة لمدة يعني لا بأس فيها. نعم. أحمد الكردي بداياتك في الوسط الفني، المجال الفني، ارجع في الذكريات لوراء احكي لنا. أنا بلشت عبد أول إشي، يعني اكتشاف الموهبة كان عن طريق مشايخنا الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، ويعني يضلوا تاج على راسنا، ونوجه لهم تحية كلهم يعني بالاسم، كل شخص باسمه ولقبه. يعني بلش الموضوع من يعني كالمعتاد من المسجد ومن قراءة القرآن ومن تقديم الحفلات ومن تقديم الفقرات وكذا. فمن هون أجى الاهتمام في الجانب الفني. بعدين اكتشفت أنه يعني في موهبة حقيقية، فليش ما تستثمر؟ نعم. فتوجهت بعدها مباشرة لأول فرقة انتسبت إلها في 96 موليدي، كانت فرقة السراج الفنية، كانت فرقة موجودة في الأردن ويعني واستمرت لفترة تقريبا 10 سنوات. الفرقة قدمت للساحة الفنية مجموعة من أغاني الأعراس، وكان فيها نخبة يعني مبدعة من الفنانين الشباب. كنا وقتها كنا بعمرك هيك يعني، إنه وعنا هالمثابرة وهالجهد وبدنا نقدم وبدنا كذا. فقدمنا ألبومين أعتقد أو 3 للساحة الفنية، لا 2، قدمنا ألبوم أعراس وقدمنا ألبوم وطني وجهادي، وكان للأمانة كان إلها يعني صدى إيجابي ومميز. ضليت معاهم لل 2003 أو 2002 يعني هيك أذكر. بعدين انتقلت مباشرة للمدرسة العريقة والمدرسة الفنية الكبيرة صراحة، اللي يعني أخذت من فنها وحتى يعني تأثرت فيه، اللي هي فرقة الروابي الفنية، منوجه لهم التحية كلهم. الآن في إعدادي اللي كنت بدي الآن الروابي يعني تعدى عمرها 30 عام ما شاء الله، من أعرق الفرق بجوز، من أعرق الفرق، وقدمت للساحة الفنية مجموعة ونخبة كبيرة من الفنانين الموجودين حاليا على الصعيد الشخصي أو على صعيد الفرق، واللي طلع وعمل لحاله فرقة، واللي طلع وعمل لحاله كل اللي فيها نجوم ما صاروا نجوم فعلا. وفعلا للأمانة يعني كل اللي فيها اللي ضل مستمر في المجال الفني يعني قدر يحجز له مكان وموقع. وبعدها تفرغت من الروابي للعمل الفني الاحترافي الأكثر،
عالم الاستوديوهات وعالم التوزيع الموسيقي وعالم التأليف وكذا. طب انا بدي يعني تسمح لي انه نوقف شوي على نقطه نقطه عشان نمشي بالاعداد حبه حبه. طيب انت سالتني عن بداياتي. بداياتي كانت في ال96 مع في السراج. فرقه السراج الفنيه. طيب بدنا نحكي شوي عن فرقه الروابي اللي انتقلت فيها وقديش ضليتك معهم. الروابي انا بقيت معها 7 سنوات. للامانه الروابي قدمت لنا كثير يعني، وإن شاء الله أنه إحنا نكون قدرنا نقدم للروابي. الناس عرفتنا واشتهرنا من هالمكان تحديداً، لأنه الروابي ما كان في مهرجان إلا وتشارك فيه، ما كان في محفل إلا وتكون فيه، والحفلات والأعراس والمناسبات سواء على صعيد المحلي أو على صعيد الدولي. فهذا قدمنا بشكل كتير كبير للناس للأمانة يعني. والشباب الله يجزيهم الخير ما قصروا معنا، أعطونا فرصة يعني جيدة للظهور قدام الجمهور. وهذا مش الكل يعني، أنت في فرق عبد بين أنه أنت تظهر على في مكان كتير معروف وبمكان ما حدا شايفك. هون كان في ناس. بالضبط. هلأ يعني خلينا نقول أنه فرقة السراج كانت مرحلة تحضيرية أكبر للظهور المميز في فرقة الروابي. فلما رحت على الروابي رحت حدا يعني جاهز. كان جاهز مستعد. حتى أذكر يعني في أول حفلة كان إلي في الروابي إنه أعطوني مايك السولو يعني. كان وير لس ولا؟ لأنه كانوا لا ما كانش أيامها اللي اسمه لا ينسلك. ف لا بتذكر إنه يعني إن شاء الله إنه نكون قدمنا إشي مع فرقة الروابي، والروابي قدمت لنا كتير للأمانة. طيب طلعت بعد 7 سنين من فرقة الروابي، شو السبب خروج أحمد الكردي من فرقة الروابي؟ هل هو كان إشي طبيعي؟ نحكي بصراحة لأنه شوف أحمد أستاذ أحمد لا أحمد أحمد لا غير أستاذ أنا عندي معلومات يعني استقصيتها وأخذتها وعالجتها عن كيفية خروج أحمد الكردي من فرقة الروابي. نعم. فاحكي لنا أنت، نشوف روايتك أولا إذا كانت بتناسب اللي موجود عندي، لأنه اللي عندي هو من أكثر من شخص. ايش السبب الحقيقي لخروج احمد من فرقه الروابي؟ والله انا عاده يعني ما بحب ادخل في الاسباب، وسالت كثير عن مثلا سبب خروجي من كرميش، وسالت كثير عن يعني هذا المواجهه غير عن الباقي. بس يعني شوف انا بدي اقول لك شغله، في احيانا بتكون سياسه عامه لازم تمشي على الجميع. لما بنبطل كاسنان المشط ببلش الخلاف. حلو. يعني لما بتشوف انه عبود نسمح له ينعمل كذا وانت ما نسمح لك تنعمل كذا، في المقابل حقك تسال السؤال الطبيعي انه ليش فلان سمحت له يعمل كذا وانا مانعيني. هلا هذا جزء دخلنا فيه في المعترك، يعني هذا احد الاسباب اللي دخلنا فيه. سمحوا لاعضاء الفرقه اشياء ما سمحوا يعني. يعني هذا واحد من الاسباب. السبب الثاني في يعني في اداره فنيه الأصل أنه تكون عارفة ومقدرة المواهب الحقيقية الموجودة. هذا رح يوقع زي قبل شوي صح؟ عادي. فالأصل أنه يعني أنا مع المساواة ومع مع العدالة ومع أنه كل واحد ياخد نصيبه من الـ من الـ من اللي عم بيصير، لكن في فرق بين شخص بيجتهد وبتعب وبجيب وبشكل دائم بتعب عنده حاله. او بتعب على حاله وبشكل دائم عنده شيء جديد وبشكل دائم بقدم للفرقه وبشكل دائم كل هاي الاشياء، وفي فرق بين انه شخص ثاني بنفذ اللي جيد منه. بس يعني هو بيشتغل بس على يعني على انه كذا. فمن هون برضو دخلنا بمعترك ثاني اسمه اللي هو الـ يعني بديش اسميها عدم مساواه، بس بدي اسميها انه يعني عدم تقييم جيد للكفاءات اللي موجودة. يعني 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 الله يحميك عبود، الآن أنت في نجوم تانيين في القناة، بس الآن عبد مجتهد وبتعب على حاله والآن عم بقدم برنامج وكذا. الأصل البديهي الوضع الطبيعي أنه والله عبد من الناس المجتهدين، فلذلك له برنامج عم بيطلع كأيقونة على الشاشة. هلا في نجوم تانيين موجودين ما نقلل من قيمتهم، بس في المقابل كل واحد بيطلع يعني باللي مطلوب منه. فهمت علي؟ هذا برضو موضوع تاني. طيب هل كان في موقف يعني او نحكي الاشي اللي فصل بينك وبينه؟ هل كان صحيح. في موقف معين؟ لا صحيح كان في موقف معين يعني مش لا يعني بضل اخواننا وحبايبنا، بس انا مش لازم اذكره على الهوى، فاذا مجال اتحفظ اكون ممنون لك. ما هو ما بعرف اذا نفس اللي عندي عادي يعني. احكي لي اللي عندك.
خليها يعني تيجي منك. انا عرفت بدي ادج هدج زي ما بيحكوا، بدي احكيها زي ما هي زي ما وصلتني. طبعا اللي وصلني باختصار السبب خروج احمد الكردي من فرقه الروابي هو شوفت حال احمد الكردي. يا سيدي ارد عاديا يعني. والله ابدا مش هذا السبب بشكل صريح، مش هذا السبب ابدا، وانت بتعرفني يعني من فتره طويل. الفكر باختصار انه انا الفرقه سعيت وبكل ما أتيت من قوة أنه تشارك في أحد المهرجانات المهمة جداً في الأردن. هذا المهرجان كان له وقع كتير كبير، يعني سواء على الجمهور، على الناس اللي راح تحضر، على القنوات الفضائية اللي راح تبث، على العالم اللي بتحضر، على الناس الكذا. فأنا سعيت بكل ما أتيت من قوة والله العظيم، وضغطت على الناس المنظمين للمهرجان أنه بدنا نجيب الروابي. وحتى كنت انا مدعو بشكل شخصي احمد الكردي كفنان انه انت ممكن يكون لك فقره، انت حبيت تضم. فقلت لهم انه لا ضروري يكون يعني الروابي اجي وبكون ابهج يعني للمهرجان وكذا. فللامانه زعينا وبكل ما اتينا من قوه مع الاشخاص المنظمين للمهرجان وعلى انه تيجي الروابي. الخلاف اللي صار انه الروابي قبل بيومين من المهرجان بحكي مع المدير الفني بقول لي انه الاستاذ محمد عبد الله وكان الاستاذ محمد عبد الله وكان معاه كمان اخونا اخونا عبد الله الله يذكره بالخير. فكانوا حكوا معي وقالوا لي انه احنا بدنا نعتذر لعدم الجاهزيه الفنيه. فانا بصراحه صدمت، يعني طلعت من راسي. مش بدك نحكي بصراحه؟ نعم. لانه تخيل انه انا يعني بكل ما اتيت من قوه انه لا بدنا نشارك الفرقه. فمش السبب اللي خلاهم فعلا يحكوا هيك؟ هلا انا للامانه وقتها كان عندي سفره، سافرت مع كرميش، كان عندنا وقتها احتفال ورجعت لقيتهم قررين انه ما بدنا نشارك. شو السبب برايك؟ السبب انه عدم فعلا عدم جاهزيه فنيه. ان شاء الله ما انكسرت الشاشه بس بسيطه. عدم جاهزيه فنيه فعلا، هم ما عملوا بروفات، ما قدروا يستوعبوا الفكره وحابين يطلعوا بصوره كويسه. فيعني طيب هذا للأمان كويس. انا اجيت طرحت الطرح الايجابي اللي انه طب تعالوا نشتغل معنا يعني يومين ومعنا وقت انه ممكن نقدم شيء جديد، ممكن نعطي الناس، ممكن نقدم فكره جديده. كان الرد انه ما في وقت وعندنا حفلات اعراس وعندنا كذا. هاي النقطه اللي فصلت يعني فانا لقيتها كتير كبيرة، لأنه للأمانة سود وجهي قدام الناس المنظمين. نعم. فلقيتها كتير يعني كتير صعبة إنه ليش هيك يعني. بعدين اكتشفت إنه أنا زعلت وللأمانة حردت، قلت لهم حتى لو شاركتوا أنا ما حشارك. وفعلا روابي بعديها صار في حوار بين المنظمين وإدارة الفرقة على نفس الاحتفال، على نفس الاحتفال، والفرقة شاركت في ذاك المهرجان وأنا لم أشارك. هاي النقطة اللي كانت بالضبط. طيب الفرقة عم بيعترضوا أو يعني حسب بس الموضوع شوفت حال؟ لا والله ما يعني. وليش أنا حكيت لك شوفت حال؟ معروف أنه بأي فرقة إنشادية عندهم احتفالات. نعم. نقطة من النقاط اللي كان ممكن معاهم حق فيها حسب ما وصلني. نعم. كل كادر الفرقة وأعضاء الفرقة فنانين لفنيين بكل حفلة بيشيلوا كل العدة من سماعات ودي يعني ومكسر وهيك. أحمد الكردي ما كان يضف آخر أيامه يشيل سماعات. لا والله أبدا يعني أنا هيك كنت وصلني والله. أبدا والله أنا كنت أشيل وكنت أنزل، كنا نحمل المكسر والسماعات والأجهزة ونضب مايكات أبدا يعني. لا لا يعني هم في النهاية أنت لما بتشتغل مع تيم هذا التيم بده يشيل بعض. وأنت بتتذكر أيام ما كنا نسافر مع القناة كنا نحمل شنط بعض لانه بدنا الموضوع يمشي يعني المركب لازم المركب يمشي. فلا ما في يعني انا بالنسبه لي يعني والله ما في شوفت حال ابدا. بس كل القصه قلت لك يعني موضوع اداري بحت يعني ما له دخل. حتى يعني انا حتى يعني ايام الروابي كنت في كرميش وما كان يعني عاد سنه كامله مع الروابي وانا في كرميش بين التنين. وبين التنين يعني ما في اي مشكله. وبنفس الوقت كنت كمان مهندس صوت وموزع موسيقي في استوديوهات الصوت الجديد. فلو يعني لو بدي اشوف حالي كان شفت حالي من الاول يعني انا بشتغل في الجانب الفني وما حدش بيشتغل في الجانب الفني غيري يعني.
فلا يعني ما علاقتك بالسيد محمد عبد الله بعد الخلاف اللي صار بينكم هل ما زالت مستمرة للآن؟ أخوي وحبيبي وبحبه وبحبه في تواصل وبحب إدارة الروابي وبحبهم كأشخاص. الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. يعني ما زلتوا متواصلين مهمة الآن. يعني متواصلين والله أكذب عليك أقول لك كل يوم نتواصل مع بعض ونحكي مع بعض. بس لو يعني شفته في سلام وفي أبداً ما في أي يعني ما في أي ما في أي خلاف يعني شخصي أبداً. تمام. يعني أنا ممكن أختلف معك على تصرف أنت أخذته بناء على شغلك على البوزيشن تبعك على منصبك الإداري اللي أنت بتشتغل فيه. ممكن أختلف أنا وياك على هذا البوزيشن. بعد ما نطلع من الشغل أنا وياك حبايب وصحاب. نعم. يعني ما طيب. بعد ما انفصلت من الروابي شفنا أحمد الكردي اتجه نحو التوزيع والاستوديوهات زي ما أنت حكيت. نعم صحيح. السؤال شو السبب اللي خلى أحمد الكردي ما يعمل زي ما بيعملوا باقي المنشدين اللي بيطلعوا من أي فرقة بيعملوا بيأسسوا فرقة؟ أحمد الكردي كان اسم. نعم. ما شفناك أسست فرقة فنية. نعم. وراك ناس عم بتغني. نعم. شو السبب؟ يعني في ذاك الوقت كنت داخل عبد في مجال التوزيع الموسيقي. فصرت أعرف أنه عشان أسس فرقة لازم يكون معاي فول باند ميوزك. لازم أطلع من الرتابة اللي إحنا شغالين فيها اللي هي معاك أورج ولحالك. هذه ما اسمهاش فرقة. أو معاك أورج ومعاك تنين وراك. هذا ما اسمه فرقة. الفرقة أنه أنا أغطي فعلاً كل المجال الفني كاملاً. يكون معاي ناس بتعزف وفرقة متكاملة. هذا الحكي فعلاً حاولت يعني على فترة طويلة أنه أشتغل عليه. وبفضل الله لما نجحت الفكرة وقدرت أجمع هدول التيم كان لنا أول مهرجان كنت بطلعه على الجزائر في مهرجان الأنشودة الإسلامية مهرجان الأنشودة لا الأنشودة الروحانية وكنت أول فرقة بالأردن بتشارك في هذا المجال. شو اسم الفرقة كانت؟ كان كنا سميناها وتر وما زالت موجودة الآن. أنت مدير الفرقة؟ للآن يعني أنا مش مدير أنا مدير نفسي بس هم عبارة عن شباب فنانين موسيقيين تعرفت عليهم من خلال دراستي الموسيقية من خلال الأكاديمية وحابين يشتغلوا في المجال الفني الملتزم يعني حابين يشوفوا هالأجواء الفنية. طبعا كلياتهم أساتذة وعارقين وكل واحد فيهم بيقدر يطلع ويعمل فرقة بس اللي جمعنا أنه عن جد حابين نقدم إشي فن محترم والحمد لله شاركنا في مهرجان الجزائر بدعوة من وزارة الثقافة الجزائرية وطلعنا وفد من الأردن ويعني هذا اللي ما أسعى له. أما انه فعلا بدي اعمل فرقه اعراس اطلع خلينا نفرق انت قلت بدك تعمل فرقه هل الفرقه بمفهومها انه انا بس اقدم اللوحه الفنيه اللي تقدم في الاعراس هو المطلوب فقط هو في الاعراس هو يعني مش احنا الوسط اللي كله مهرجانات لا هو اسلامية هو مش المطلوب قل لها المهرجانات لا لا هو مش المطلوب عبد هو اللي مطلوب اللي ماشي بالسوق هذا يعني هذا الموديل بس هو فعليا احنا لو اوجدنا بديل محترم يعني بديل فني كامل متناسق موسيقي بكل معنى الكلمه راح تلاقي انه الكل اتجه لهذا الموضوع زي ما لما الكل اتجه لموضوع القنوات الاطفال او الكل اتجه لموضوع الاورج او الكل اتجه لموضوع الريتم بوكس في الزمانات او الكل اتجه لموضوع الدفوف والطبله من قبل وهكذا. فانت لما توجد بديل فعلا قوي بيكون لك وجود. راح تسألني الآن إنه ليش مش موجودين طب ليش ما عملنا أعراس لا عملنا مع فرقة وتر عرسين ثلاثة لكن جمعت هدول الناس الفنانين وعددهم الكبير اللي بيتجاوز 10 أشخاص أو 11 شخص وكلياتهم موسيقيين وفنانين وكذا هذا مكلف. نعم. يعني أنت عشان تجيب هدول الناس هذا الموضوع مكلف يعني مش يعني زعلت مني مش بالأرقام الموجودة اللي بالسوق الأردني فالناس اختصرت الموضوع حتى يعني حتى مع احترامي الفرق العريقة اللي بنذكر الآن أسماءها سواء فرقة الروابي فرقة اليرموك الفرق الأخرى اللي موجودة واللي كانت موجودة واللي راحت الآن عم نعاني من مشكلة بأنه طب يا عمي أنا أجيب 13 شخص وأدفع عليهم كذا على مهرجان بدي أجيبهم على دولة من الدول ولا أجيب شخص وراء أورج وكورال تنين أورج وكورال تنين من عندي بدبرهم هذه الحسبة هذا المعترك اللي احنا دخلنا فيه خلى كتير من الأشياء تنزل من يعني تنزل من الساحة بسبب انه الناس صارت تدور على التجاري ما عادت زي زمان انه ندور على الكواليتي والنوعية والكفاءة و إلى آخره. كردي أنا بدي أطلب منك طولت أنا بالحكي صح؟ أنا طبعت. شايف الحلقة شبيهة في حلقة يحيى حوا صراحة وعلمني بالنهاية شغلة بدي استغلها في الحلقة عشان ما تروح علي زي ما راحت علي في حلقته يلا استغل كان
كل سؤال اسأله يا يقعد 10 دقائق زي ما انت عم تعمل. اكمل لك المشكله، انت بتسال يا عبد وصلت سؤال. وصلت اخر الحلقه يعني احمد، وصلت اخر الحلقه والله مو سأله 3 اسئله من اصل 20 سؤال. فقال لي انا اصلا ضحكت عليك، بلشت اطول بالاجوبه عشان والله. فبدي اطلب منك كردي، وانا مش يعني انا وعدتك ما اتعامل معك بذكاء على الهواء. من كل هذا من الذكاء ما انت ضيق. انا نشوف الاعداد عندي بسائل إشي يعني نص الحلقه راحت. يلا فانا بدي اطلب منك الاختصار في الاجوبه. خلاص اختصر. انت ابو حميد عم تحكي لنا يعني عم بس بكل حوارك وسط فني، وسط فني ملتزم، وسط فني اسلامي. نعم. انت يعني برايك هل ما زال في صيت، في يعني صدى للوسط الفني الملتزم في الوقت حاليا؟ يعني شوف عبد، انا ضد التسميه باختصار ضد التسميه، لكن هي انطبعت علينا يعني. الفن فن بغض النظر، انت بتقدم فن ملتزم ولا بتقدم فن مش ملتزم، هذا فن، اسمه فن في النهايه. انت تقدم حقيبه فنيه، بس المتلقي هو اللي بقيمك ملتزم او مش ملتزم. فاحنا بلاش نسمي، لا انا ضد هاي التسميه حتى. انا بس انا لانه صار الموضوع دارج على لسان الاعلاميين وعلى لسان انه في قسمين، فن ملتزم وفن مش ملتزم. علما انه الفن فن بغض النظر، انت بتقدم حقبه فنيه، مين بيختار انه انت او لمين انت مقدمها هو هذا المهم. لا انا ضد التسميه، وانا بعتبر الفن فن، يعني ما لوش دخل لا بملتزم ولا مش ملتزم. تمام. انت بتقدم فن فن. طيب احمد الكردي، لو نجي لناحيه شخصيه شوي، كنت دارس قبل ما يعني انت كنت حاصل على شهاده جامعيه؟ نعم، بكالوريوس في المحاسبه. محاسبه؟ نعم، اكاونتنج. بعدين خلصتها؟ نعم. اشتغلت فيها ولا ما اشتغلت فيها؟ انا اشتغلت فيها 8 سنين. 8 سنين اشتغلت فيها. تمام. بعدين قررت تدرس موسيقى، مظبوط؟ نعم. هذا الكلام السبب، يعني سبب دراستي للموسيقى اللي هو انه انت يعني صار عندك كم من المعرفة كبير خلال الخبرة اللي اكتسبتها طول الفترة هاي اللي قلت لك عنها، بس ضايل انه تكتسبها بطريقة علمية. الان عبد القادر عنده خبرة في المجال الاعلامي، وبيقدر يطلع لايف على الهواء، وبيقدر يجيب مقدم ويحط محاور وكذا، لكن بيبقى على عبد القادر لو درس هذا الموضوع راح يطلع فيه اكثر معرفه واكثر خبره واكثر كذا. فانا بس يعني هي هاي القصه، انه انا لي فتره طويله عم بشتغل في المجال الفني من ال94 لل 2017، بنحكي قاعدين على 23 سنه. هدول 23 سنه في اخر 7 سنوات قررت انه يتحول الموضوع لاكاديمي. دراستك الموسيقى متى كانت؟ في اي سنه؟ انا بلشت في 2010 وانهيت بال 2000 و... لا انا اسف، بلشت في 2012 وانهيت في 2015. اها، 3 سنين. والدك رحمه الله عليه، نعم رحمه كان الله عليه، حسب ما وصلني يعني ضد رغبتك في انك دخولك للمجال الفني بشكل عام والموسيقى بشكل طرح خاص. طرح الموسيقى كان من زمان، بس زمان كان مش مقبول مطلقا، يعني البتة تناقشش. فهمت علي؟ ممنوع. ولا 2012 ما ضل ممنوع؟ والله شوف انا بدي اقول لك شغله، ما هو المشكله يعني انت شفت بتسال اسئله، هلا بدنا نفتح جريده عشان اجاوبك عليها. القصه باختصار انه كان في قيود كثير عبد، وكان في اراء وكان في افكار وكذا، كانت منعيتنا من انه نظهر فن الملتزم بالموسيقى. كنا نحسب حالنا احنا انه مجرد انه انت رحت على الموسيقى فمعناته انت طلعت يعني من الوسط، طلعت من الوسط. الان عم نكتشف انه الموسيقى احنا جبناها لعنا مش احنا رحنا لها، يعني هذا الاشي المهم. الان عم نشوف نتائج على ارض الواقع انه الموسيقى هي اللي اجت، يعني احنا جبنا اخذنا اللي بدنا اياه منها وجبناها لعنا. هذا اللي كنا مندور عليه، بس كان ممنوع، حتى هاي المحاولة كانت ممنوعة. فالان مطلوب منا احنا كناس ملتزمين انه يكون في عندنا ناس اكاديميين، تمشي مع التيار، يكون عندنا ناس اكاديميين. احنا كل شوف، كل الاكاديميه اللي كانت في الوسط الملتزم هي عباره عن دوره في المقامات وما الهاش اي يعني اي تاثير موسيقي فعليا على ارض الواقع. لما درسنا ما موسيقى ما تاثر على العمل المقدم من ناحيه سمعيه بالضبط، ما يعني لما درسنا موسيقى عرفنا انه الدوره اللي اخذناها يعني ولا تكاد 2% من عالم الموسيقى بالضبط، يعني ما بتوصل شيء. طب انت شايف كيف عم بتموه؟ انا طرحت لك عليك نقطه وانت رحت على شيء ثاني. انا عم بقول لك هل احمد الكردي عمل درس الموسيقى ضد رغبه والده؟ الوالد كان متوفي الله يرحمه بال2010،
لكن اعتقد لو يعني انت ما تجرأت انك تدرس موسيقى الا بعد وفاته؟ لا ابدا، لو كان كانت والدتي موجوده يعني لما بلشت ادرس موسيقى والدتي يعني. طب هو لو كان يعني ما زال طيب هل كان راح يخليك؟ والله شوف، احنا في العائله عندنا حريه الاختيار، لكن هم عليهم النصح والمشوره. فاعتقد انه الوالده كانت الله يرحمها كانت تقول لي الله يسر امرك يما، انت يعني انت اخترت الله يكون معك. علاقتك بزملائك بالوسط الفني الفنانين نحكي ممتازه جدا. سؤالي هيك بشكل سريع، انا بدي الحق لانه عندي اعداد كثير ما ضل الحق. ليش قله من الفنانين بيصنعوا اعمالهم عند احمد الكردي؟ ما عم نشوف ناس كثير، مع انه انت مهندس وموزع موسيقي، مهندس صوتي وموزع موسيقي، وبرضه في قله من زملائك في الوسط الفني الملتزم، ليش ما عم نشوف كثير فنانين عم بيصنعوا اعمالهم عندك؟ يعني والله يعني انا مش شايف انه العدد قليل، بالعكس انا اشتغلت يعني لكل الوسط تقريبا، يعني بالاسماء اشتغلت لكثير يعني لكثير فنانين. تحب نذكر ولا معكاش وقت؟ لا معناش وقت. يعني انا بالمجمل اشتغلت لكل الفنانين الموجودين بالوسط باستثناء اكم شخص. لكن ليش ما في يعني ليش ما في دائما اعمال؟ لانه حتى انت شايف انه احنا كفنانين وقفنا عبد يعني انتاج. وقفنا انتاج بسبب الوضع اللي بنمر فيه والازمات وكذا، وما عاد في اصلا سوق، يعني ما عاد في طلب على المهرجانات والاحتفال. هو شو اللي بحرك الفنان؟ انه بكون مطلوب في اكثر من احتفال، فبنتج عند فلان وبنتج عند فلان وبنتج عند فلان. طب لما توقفوا هدول الحفلات بده يصفي انه هو مش عم بنتج. طيب احمد الكردي، سؤالي لك، انت لما خلصت الروابي كان انتقالك للصوت الجديد ولا لقناه كرميش؟ عشان اعرف في شو نبلش كل واحده لها. لا هو كان في مواكبه عبد. مين اللي قبل؟ هلا الصوت الجديد قبل كرميش. قبل كرميش. طب نبلش فيها. تجربتك في الصوت الجديد كيف تقيمها؟ رائعه جدا، غنيه مثمره بفضل الله. كان في دارة سميح زرقات. نعم، كل التحيه اول شيء لابو عمر سميح زرقات، نوجه له تحيه كبيره، ان شاء الله يكون بسمعنا على الهواء. هذا الرجل كان فاتح لنا للأمانة، وهذه شهادة حق، كان فاتح لنا آفاق. يعني اتفضل، هاي كل التولز، ابدع. وكنا للأمانة يعني فريق مش سهل، يعني فريق كتير قوي في المؤسسة، بيجمع منشدين وبيجمع فنانين وبيجمع منشدين وبيجمع يعني أسماء كبيرة في الوسط. والحمد لله يعني 9 سنين في صوت الجديد، ان شاء الله انه هلا بالروابي 7 سنين، هون 9 سنين، كل شيء في مواكبه. طب كردي ليش ما بتستمر؟ شو السبب خروجك من صوت الجديد؟ هو شوف لا، الموضوع مش 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 موضوع استمراريه بقدر ما انه انت تبحث دائما عن فرصه اخرى، يعني فرصه في مكان اخر. فهمت علي؟ الان قد يكون في خلافات وقد ما يكون في خلافات، لكن انت بتخرج بناء على فرصه اخرى. قد تكون الفرصه مش موجوده او لم تاتي بعد، لكن بيكون حدك في هذا الموضوع وصل اخره. يعني ما ضل شيء ولا عملته. يعني انت وصلت هنا اخر المطاف، فيش تطور في شيء. وبعدين طيب يعني نحكي خروجك من الصوت الجديد ما كان سببه مادي ابدا. علاقتي مع اخوي وحبيبي واستاذي ومربي يعني فاضل، لانه انا يعني كيف انا لحقتك وانت هيك، هو لحقني وانا قدك. ابو عمر لم يكن بيني وبينه في يوم من الايام اي خلاف، سوى انه شويه تاتشات لما تحول الموضوع لعمل، من يعني من صداقه الى عمل. نعم. وهذا يعني هذا بحصل في كل الدنيا. بدي اسالك سؤال دفش شوي، يعني دفش، شو السبب اللي خلى صوت الجديد او ابو عمر او يعني بشكل عام صوت الجديد نحكي يفضلوا مجاهد هشام على احمد الكردي؟ ابدا ما كان في اي تفضيل. انا لاخر لحظه بالصوت الجديد كنت مخير بانه ما تترك، يعني القرار قراري. ما في ربط بين موضوعك وموضوع أبداً مجاهد. شفنا أبداً مجاهد اول ما طلع احمد الكردي كان في مجاهد بديل. ابدا ابدا، انا لاخر لحظه، وهذه كلمه حق تقال على الهواء للامانه، لاخر لحظه لاخر دقيقه وانا في صوت الجديد، وحتى وانا بدي اخرج من المؤسسه، كان رد أخونا أبو عمر أنه خليك مع هالمركب، إحنا حريصين عليك وبدنا إياك. مش هم اللي فرطوا في أحمد أبدا. أنا يعني أنا للأمانة هذه كلمة حق تقال، أنا اللي أصريت أنه لازم يعني لازم أشوف. أنا وصلت مرحلة عبد لازم أطلع كشخص، يعني لازم أشتغل إشي لأحمد الكردي،
يعني ما أضل ضمن مؤسسة أو ضمن شركة أو ضمن ناس، اللي هو أنك تخرج من دائرة الموظف، يعني أنك تعمل نفس هذا العمل لكن لوحدك، يعني شغل حر، أنه تبني بالضبط تبني لحالك يعني فرديتك انت. طيب بدنا ننتقل من الكل اللي كنا عم نحكي عنه للإشي اللي عم ننتظره الجمهور، وجو كراميش، جو الأطفال، ودخولك لقناة كراميش. شو الفرصة اللي كانت موجودة لأنه دخل أحمد الكردي للقناة؟ التقيت أنا وطبعاً نسيتني، شفت هلأ بعت لي موسى مسج وقال لي اشتقت لك، قلت له بعد شوي بشوفني على القناة. أول شيء كل التحية، موسى حبيبي وصديقي وأخوي من قبل يعني من قبل علاقتنا في قناة كراميش، وكنا نلتقي في مهرجانات كثيرة ويعني قبل ما ننضم للقناة. اللي صار إنه كان في مهرجان، كان في محفل كبير جداً في الأردن ومدعو عليه مجموعة كبيرة من الفنانين من داخل الأردن ومن خارج الأردن. أنا كنت واحد من المدعوين داخل الأردن. التقيت موسى، كانت كراميش في بداياتها، يعني كان إلها أشهر طالعة على الهواء أو سنة، يعني سنة إلا هيك أذكر. فكان في طرح من أبو عبد الرحمن إنه أحمد شو رأيك تكون معانا وكذا ومش عارف إيش، فقلت له يعني ليش لا، يعني فكرة جميلة ومدام أنت موجود يعني فكثير من الصعاب ستسهل، ودخلنا هالموضوع يعني نحكي أبو عبد الرحمن هم اللي هو الأستاذ موسى بجزء آه طبعا أبو عبد الرحمن هو اللي كان سبب في دخولك للقناة طبعا. كم بقيت في القناة؟ 3 سنوات. تجربتك كيف كانت مع الأطفال بشكل عام ومع كراميش؟ والله ممتاز. شوف أنا بدي أقول لك شغلة، أي عمل مع الأطفال بتلاقيه ممتاز جدا ورحب وفي جو من المرح وكذا، لكن في تعب وفي جهد كبير وفي بده تفكير عميق، لأنه العقلية اللي بفكر فيها الطفل مش زي العقلية اللي أنت بتفكر فيها، فبدك تتعب كتير لتوصل لعقليته وكيف هو بفكر عشان تعطيه محتوى أو كونتنت يلبق له ويفكر فيه وكذا. هذا كان يعني كان يعملنا صعوبات في بعض الأحيان في العمل، يعني سواء مع الأستاذ وسيم أو مع كادر القناة، إنه بدنا نقدم كذا. يعني بعرفش إذا قال لك وسيم، في كثير من الأحيان كنت أعترض إنه يا عمي أنا مش هون، يعني جايين جايين في في كثير من الأحيان كنت أقول لوسيم إنه أنا يعني أنا مش هون وسيم، أنا حاب أقدم صح إشي للأطفال ولكن يناسب، بس يعني بنفس الوقت ضمن ضمن الفريم اللي أنا راسمه لأحمد الكردي كمان، لأنه في النهاية أنت عبد القادر الآن عارف أنت وين رايح، وعارف إنه مشوارك مع كراميش بيوصلني لواحد 2 3 4، بس في المقابل أنت ما بتقدر تنزل بهدول التارجت، يعني أنت عندك أهداف لازم توصلها في النهاية. فهذا يعني كان يعمل في بعض الأحيان، يعني أنت شفت إنه وصلت لمرحلة بدك تنزل فيها عن المستوى. هلا ما هو أنا شوف أنت يعني خلينا شوي نستعرض المسيرة اللي حكينا عنها، فرقة سراج، فرقة الروابي، صوت الجديد، كذا. هذا الموضوع وداني مع الناس لزاوية أنهم شايفين أحمد الكردي الفنان اللي ممكن يكون لوحده أو ممكن يكون بيطلع لمهرجان لحاله أو 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 إلى آخره. لذلك صار في دعوات كثير للمهرجانات وطلعنا، وكنت ألتقي أنا وموسى. تمام، شو الربط بينه وبينه؟ الفكرة باختصار أنه شافوك عم بتقدم كونتنت أقل من الصورة اللي انت كنت راسمها كفنان، احنا وتحديدا غنانا، لانه احنا كنا نغني الجانب الوطني الكتير، يعني خارج كراميش الجانب الوطني، خارج كراميش كنا نغني الجانب الوطني والجرعة القوية كثير للمستمع. فالان لما شافك عم بتقدم كونتنت تاني صار يشوفك انت وين، يعني انت هون ولا هون، همك كلام الناس يعني. لا ما يعني مش هم، بقدر ما انه انا كنت حاب اقدم جرعة فنية تقيلة بس للاطفال. هذا يعني ما كنا قادرين، يعني هذا الجانب السلبي نحكي. بس انا برايي يعني هلا هي كراميش اكيد اضافت لاحمد الكردي طبعاً. هذا شيء ما حد بيقدر ينكره طبعاً. ولكن هل بنقدر نحكي انه كراميش صنعت اسم احمد الكردي كونه عالم. قبل كراميش قله اللي كان ممكن بالاردن، واذا في الدول الخارجيه يمكن قله لعدد ما في تلفزيون يحتويك. هو هل القناه بدورها انها شهرتك ويعني عرفتك على جمهور كبير ما كنت واصله قبل القناة؟ الجواب من السؤال. لما أنت بتقول قناة فضائية أكيد مش زي موقعين ثلاثة إنشاديات موجودين على الإنترنت، أنت بتقول قناة فضائية 24 ساعة أنت عم بنبثلك. فكرميش كرميش عشان نكون صريحين، كرميش ما عملت أحمد الكردي، بس قدمت أحمد الكردي للجمهور.
هذا هذا يعترف به ولهم الفضل طبعا. الله يجزيهم الخير. ابو يزن ما قصر معنا 24 ساعه كانت اعمالنا تنبث على القناه. وكان هل هذا ما يعني بيرفع كفه انه الكفه الثانيه اللي عم تحكي فيها عم بتقدم إشي مش لاحمد الكردي وبالمقابل عم بتقدمك لجمهور ما كان شايفك، ما كان يعني ارتفعت الكفه انه انت عم تستفيد اكثر؟ هو اللي انت يعني اللي انت بتحكيه عبود صحيح، بس لما انت بتفكر انه انت رايح لتارجت، انا عندي اهداف لازم اوصلها، عندي 1 2 3 مو الاهداف بدون قناه تحتويك وناس تعرفك على الجمهور ما في. هو هو شوف انا بدي اقول لك شغله، ما هو القناه كمان مختصه في جانب معين، يعني القناه هذا الجانب الكل حتى كبار الفنانين يحيى حوا مصطفى العفاري عم بيجوا عليه لانه هو هذا. ما هو انا بقول لك هلا في فرق بين انه فنان عم بيجي لهذا الجانب عشان في متابعات كثيره، وبين فنان اوريدي عنده متابعات بس حب يميل على هذا الجانب. يعني مع كل الاسماء اللي ذكرتها وحبي واحترامي لها، الا انه دخلنا هذا الموضوع زي الموضه، وهذا ما كان مفروض. احنا دخلنا الموضوع على انها موضه، احنا اليوم موضه قنوات الاطفال، يلا نغني كلنا للاطفال كل الهب. يعني قبل موضه قنوات الاطفال ما كانش ولا منشد مسترجي يعمل اغنيه للاطفال، ممكن يحيى حوا حياتي كلها لله. سوى شوية محاولات من أبو راتب في الزمانات، حوار بينه وبين موسى لما كان صغير كذا، لكن غير هيك يعني امسك من الثمانينات للألفينات ما في أغاني، يعني غير أغاني متخصصة للأطفال وكانت تنتجها شركات إنتاج وتحطها بسي دي ضمن مجلة وكذا، لكن بس بلشت قنوات الأطفال الكل هجم. فهذا الهجوم عمل غث وسمين وعمل ناس بدها. أنا ضد فكرة عشان تكون بالصورة، أنا ما بقدر أضحكك علي عشان أوصل للأطفال، وهذا كان الخلاف اللي بينك وبين القناة، اللي بيني وبين القناة. أنا لازم أوصل للأطفال بس بصورة كتير حلوة ويحبوني، بس مش لازم أضحكهم علي عشان يحبوني. مش لازم أكون كوميدي، مش لازم أكون كوميدي عشان أقدم. طيب أنا بدي أسألك أحمد، في بدايتك مع القناة هل في كان عقد بينك وبين القناة؟ لا، احنا استمرينا سنة ونيف، يعني اعتقد سنه ونص من غير عقود. بعدين السنه ونص الثانيه بعديها لا قلب الموضوع جد وصار في عقود وصار في يعني الموضوع ما استمر كبل خلص حبيه ومشيها واخوان لا هلا شوف جانب احنا خلينا دائما نفرق بين انه علاقتنا كاشخاص وبزنس وبين البزنس. لما بدخل البزنس بحط هو شروط، يعني البزنس نفسه هو بفرض نفسه بشروط انت احيانا بتلاقيها قاسيه بالتعامل مع صديقك او حدا بتحبه، بس هذه طبيعه الاعمال. يعني أحمد الكردي كان يعني نحكي مش سلس ابدا في يعني في اي كل اللي جاوبت عليهم في اي شيء لا في اي شيء يقدم، يعني عنده اعتراض دائما في كل كليباته في القناه، اي عمل ممكن يدخل فيه اسم احمد الكردي عم تشوف احمد الكردي شديد الاعتراض على اللي بيستاهل وما بيستاهل. لا مش على اللي بيستاهل وعلى مش بيستاهل، انا قلت لك النقطه الجوهريه الخلافيه اللي كانت بيني وبين القناه انه انا بدي اقدم إشي للاطفال بس ما اضحكهم علي. مش بس هيك، بس احمد الكردي كان رافض لزمن طويل انه يغني دويتو مع اي نجم من النجوم. السبب ابدا احنا قعدنا سنه ونص من غير دويتو. ليش السبب؟ كان في رغبه من القناه وهم عم بيحكوا لي انه انا كان بدنا احمد الكردي في الدويتو، ليش ما كنت راضي؟ احنا كنا بنقول لهم يا جماعه في تناسق فني، التناسق الفني عشان احط اثنين يغنوا مع بعض دويت لازم يكونوا يا اما متنافرين تماما يا ما في بيناتهم يعني روح معينة. فالآن الدوتات اللي كانت يعني تفرض اثنين يعني ما بيلبقوا على بعض. مو انت احمد الكردي كان بده واحد صغير ابن عمره يكون بيغني لا هلا لما اجوا طرحوا سجى حماد هذا بعد سنة ونص بعد سنة ونص لما طرحوا سجى حماد قلت لهم سجى حماد لازم اسمعها ولازم كذا، وهذا للأمانة قدام وسيم قلت له خليها تغني الاغنيه نفسها اللي احنا بدنا نغنيها تغنيها قبلي. في النهايه عبد في خامه صوت، انا خامه صوتي من الخامات الجبليه نعم اللي يعني ما بقدر اقول لك بقدر اغني مجال الاطفال، بس لازم حدا يكون قريب مني يعني قريب من هذا المود. لما سمعت سجى وسمعت صوتي مع سجى وهذا الطرح اللي كان بينه وبين وسيم انه خلينا نجرب نشوف سجى معاي كيف ممكن تطلع، طلع إشي حلو. فطلع إشي حلو استمرينا عملنا كم دويت؟ كتير، عملنا 3 دويتات. طيب شو رأيك في التجربة كانت؟ أنا كنت ناوي أجيها في الإعداد. حلوة. أنا تجربتك مع سجى حماد على فكرة حتى كان في تجربة رابعة راح تكون بيني وبينك وبين سجى أو رندا ما يعني ما ورفضت يومها. لا أنا رفضت من كتر ما أنت شديد الاعتراض. نرجع للأسباب، أنا رفضت لعدم التناسق المقابل،
يعني مش يمكن أكون أنا اللي غلط يعني، يعني أنا صوتي اللي مش راكب معاهم، مش إنه أنا متكبر عليهم، لا أنا صوتي مش راكب معاهم. يعني أنا لما رفضت وغنيت الأغنية، أنا لما تمكسجت وتسوت كامل، وبعد ما تمكسجت بدنا نصور رفضت، طبعا موجودة عندي ما زالت مغنى بصوتك، لأنه المنتج في النهاية ما طلع فعليا فني، طلع بس انه بدنا نحط ثلاثه مع بعض. انا بدي اقول لك شغله، مش هيك كثير يا مو. شوف عبود، احنا في النهايه يعني الوان، اكيد احنا في النهايه الوان، الوان انا لون وانت لون وسجى لون ورندا لون وكل واحد فينا لون. اذا بدي امسك كل ثلاث الوان اضربهم في بعض، احيانا بعطيني لون ما إلوش معنى. هلا الان امسك علبه المعجونه، ضلك عجن فيهم كلهم مع بعض، مع انه كان في احمر لحاله بجنن، وكان في اخضر لحاله بجنن، وكان في اصفر لحاله بجنن، وكان مش عارف ايش. فلما بتعمل هاي اسمح لي يعني هذه الخلطه اللي يعني مش معروف لها سبب، لا سبب فني ولا سبب يعني مقنع، انه بس بدنا نحط اي ثلاثه مع بعض، فهمت علي؟ هذا ما بصير، لانه راح يعطيك في النهايه منتج ما لهوش معنى. سلطه مش زاكي، سلطه مش سلطه بندوره وتفاح، يعني ما لهاش معنى. فأنا من هون كنت أعترض، أنه بعد ما سمعت المنتج وبعد ما طلع، طبعا ما عندي اعتراض لا على توزيع ولا على أداء ولا على كذا، عندي اعتراض أنه إحنا الثلاثة مع بعض مش طالعين حلوين. طيب بغض النظر، يمكن أكون أنا اللي غلط بيناتهم. بدي أطلب منك طلب، بدي أسمع إشي منك من أغانيك من كرميش. زمان ما سمعنا أحمد كوبي في أغاني في القناة، مثلا للماما والبابا عم بطلبوا مني إذا في مجال. أنا نغني لكم صدقك طيبة قلبك، أخلاقك ما أحلاها وكل الناس تحبك. إيش كلام سيت؟ صدقك طيبة قلبك وأخلاقك ما أحلاها وكل الناس تحبك. منت عينك مش عارف شو سيت الكلام. شو منقول؟ شو منقول؟ أخلاقك ما أحلاها. طب شو منقول؟ اخلاقك ما يعني هذا بالنسبه لي هذا يعني جرعه فنيه حلوه. طيب يعني بدي اسالك سؤال لنخلص موضوع سجى حماد والدوتوهات، لانه إشي يعني اخذ فتره زمنيه في القناه. صحيح. وانت مع سجى حماد. صحيح، بس ما تنكر انه حققنا نجاح. تمام، انا بدي اسال، هذا بايد، هذا بيرجعني لسؤالك، بايد وجهه نظري انه لما صار الاختلاط الالوان جميل بطلع لك نتيجة. أنا بدي أكون دفش معك بالحوار وبدي أحكي لك، هل أو البعض يقول هيك زي ما بيقول، هل ينهر أسود؟ البعض يقول إنه سبب نجاح هاي الأغاني هو سجى حماد، وسجى حماد هي من أشهرت، وأحمد الكردي في كرميش. ليكن ممكن، ليكن ما عندي مانع. أنت شو رأيك؟ ليكن ما عندي مانع، يعني صحيح ليكن. أنا يعني ما دام أنت بتقول البعض، البعض يقول، ما بعرف أنت مؤيد ولا، ما دام البعض معناته مش الكل. فإذا البعض بيقول هذا الكلام ليكن، ما عندي معنى. كثير في من زملائك في أيام أغانيك مع سجى خصيصا، زملائك في العمل وبشكل عام دائما بنتقد أحمد كردي، يا أحمد إحنا نشوفك في أغنية، لا أبدا ما يعني إحنا نشوفك عيب، أنت إلى كنا عفرة عفريت مش عارف شو الأغنية اللي غنيتها، أحمد مش أنت هيك مكانتك، مش أنت. لا هذا شوف، احنا في النهايه كنا نناقش كونتنت، يعني حتى بعلاقتي مع ابو يزن لما كنا نقعد على كلمات الاغنيه نتطاوش ونتلحم وكذا، وامسك انا وياه شويه نمسك في بعض. لا لانه في النهايه عبد الكونتنت لازم يكون المحتوى جدا نظيف، يعني خالي من اي شائبه، لانه انت بتقدم مع شريحه كثير خطيره. هاي الشريحه لو تعلم منك شغله غلط انت يعني كله في كل اللي انت عملته صح ضاع. نعم، والناس دائما الناس عندهم شغله، عشان تكون بصوره كل حسناتك بتروح بغلطه. مزبوط، فهمت علي؟ سمعتك كلها. فهذا يعني هذا اللي كنا دائما يعني في جدال. ومع هيك انا بدي اقول لك شغله، للامانه قدمنا اغاني نوعيه. نعم، يعني انا ما انا يمكن عشان تكون بصوره، وبدي ارجع واكد على هذا الموضوع، يمكن انا كنت الاقل انتاجا بكل نجوم كرميش. السبب بدك إشي يقدم، السبب إنه أنا كنت أدور على الـ النوع مش الكم. يعني أنا بهمنيش قديش يمبثل لي أغاني، بقدر ما بهمني إنه اللي تقدم فعلا إشي يعني أحمد راقي. الكردي بدي أسألك سؤال، الجمهور يا يعني سأل
جزء احنا معنا 10 دقائق ما خلنا ولا فاصل عم بعتذر منك لا لا بسيطه حق عليك انت اللي كانت اجاباتك طويله شفت ري طيب احمد الكردي الجمهور عم بيسال سؤال هيك دجه واحده واكيد هو سؤال محروق ومتكرر بس احمد كردي ما عم بيجاوب عليه دائما بموه ويحكوا لكم ليش تركت القناه والله هي يعني تقارب وجهات نظر ما صار فيه انا اليوم بدي احكي بالتفاصيل وان كانت لا تطرح على الهواء فانا حابب نطرحها على الهواء انا يعني انا اول لقاء بحكي فيه عن مشكلتي مع او سبب خروجي من فرقه الرواد اول مره حتحكي عن خروجك من كرميش السبب في 2013 ترك احمد الكردي قناه كرميش هيك خبر مره واحده بوست انا زميله في القناه ما بعرف مره واحده شفت بوست على الفيسبوك اعلن استقالتي من قناه كرميش البوست اذكره الان شو السبب والله شوف هو السبب كان بدون تمويه لازم نحكي بكل أمانة في كل يعني صراحة السبب نحكي. كان بالعامية عندنا بيقولوا فأوس وخيار في ناس هيك ما في داعي انت عم تحرق المواضيع عشان ما احكيها تمام يعني كان كان في ناس مفضلين على ناس وبلا سبب خلص خلصت لا ما هو انا بدي دافع عن القناة دافع انا جاي طبعا. اليوم يعني بصيرش تحكي عن قناتي زي هيك انت دافع وانا بحكي اللي عندي طيب النقطة كانت بدون ذكر الشخص طبعا اللي مقارن مش حاب انا اقارن بالمواضيع احمد الكردي كان في سفره يومها على السعوديه نعم تسمح لي احكي القصه اكيد لا احكي بالعكس تمام احمد الكردي احنا بنحكم الجمهور في الاخر تمام طبعا احنا بنستقبل اتصالاتكم في اخر خمس دقائق تحكموا اذا المشكله علينا ولا عليه انا يعني انا بمثل القناه في المنصب في الكرسي هذا احمد الكردي كان من الاشخاص المدعوين للسفر في قناة كرميش وزي ما حكينا إحنا أحمد كردي شديد الاعتراض دائما على الطلع والنازل أنت بتشوف سمعته لسانه يعني أبداً قوي لا أبداً أنا مش, أنا مش يعني من الأشياء الاعتراض. اللي بتذكرها والإدارة كانت تحكي لي عنها يعني كل النجوم كانوا يخبروا بنفس الوقت أنه عندكم سفرة بعد أسبوع أحمد كردي الإنسان الوحيد اللي يا أخي خبرونا قبل يومين لا طب هو المنظمي خبرونا قبل شهر طب المنظم يا أخي خبرنا قبل أسبوع شو نسوي إحنا لا أنا ما عندي مانع خبرني قبل الأسبوع لأنه أنا كنت مرتبط في عمل يا عبد يعني أنت بس طول بالك بصير أنا هلأ أحكي معك أقول لك بكرة بدك تسافر معي يعني ما أحكي لك ما أطلعك معك لا طلعني معك بس أنا الفرق بيني وبينك أنت الآن تشتغل في قناة فضائية صح ولا لا تمام عملك إنه أنت في قناة فضائية طب لو أنت خلال هذا الأسبوع مطلوب منك عبد تعمل 1 2 3 4 5 ما بدك تخبر إدارتك يكون جدول ما بدك تخبر إدارتك أنه أنا بدي أسافر في التاريخ الفلاني بالتأكيد فأنا عشان كنت أشيط يعني طيب. كنت أغضب خلينا. عشان يا أخي كنت سلس خلص. أنه في عندي ناس شغل كذا بدنا نتابعهم بدنا نتابع في القصة بالضبط مش راح أنسى القصة راح لا لا تابع لا لا تابع يعني. بالعكس في يوم من الأيام كان في سفرة لنجوم كرميش على السعودية صحيح وإذ به أحمد الكردي فيجي على القناة ولا على التليفون بغض النظر بدي مرافق معي في السفر نعم زوجتك نعم أم حلا كنت حاب تكون معك بالسفر إدارة القناة أم زيد نعم نعم آسف أنا عم بحكي 2013 ما كان موجود, لا كان موجود. إدارة القناة كانت رافضة للموضوع عم تحكي النجوم الكبار ما معهم مرافقين فرد عليهم أحمد الكردي لا في مرافقين والنجم الفلاني مطلع زوجته وطلعها في سفرات ماضية فجاء الرد من الإدارة كان موضوع انتهى احنا طلعنا قرار في ممنوع اي نجم مرافق كبير شفت فأوس وخيار نكمل نكمل انت كان الطرح ما كان الطرح قبل كان الطرح في السفر هاي هم عم بيحكوا لك لا انه لا هو مش بدك خليني اكمل بالله طبعا بدك انت يا سيدي احكي خليني بعدين انت احفظ نقاطك هون على ما بديش انسى المشكله فاحمد الكردي عم بيقول انه لا في مرافق طالع مع نجم كبير يا أخي إحنا طلعنا القرار الإدارة عم تحكي والله ما في ولا نجم طالع ولا نجم عفوا كبير طلع مع مرافق أحمد الكردي أصر على ذلك القناة يومها كان في شخص من طرفك مقرب إليك الأستاذ صلاح الكردي أبو أحمد إجا على القناة يومها وشهد على الموضوع اتفرج يا سيدي على الكشف الأسماء ورديني وين النجم اللي مطلع مع مرافق والله ما في أحمد الكردي أصر إنه في نجم وبده يطلع زوجته إذا ما طلعت زوجته ما راح يطلع ما طلعت زوجته ما طلع أحمد الكردي من يومها أحمد الكردي مشي في حال سبيله أعلن استقالته من القناة نعم وكمل في حال طيب سبيله هذه روايتك هلأ روايتي اسمع إحنا على مدار علاقتي مع قناة كرميش السنة ونص الأولى لم أعترض في يوم من الأيام من يرافق من نعم أو من يخرج مع من وكان في سفرات كثيرة للقناة
النجوم وعائلاتهم وأولادهم والتابعين وتابعين يعني كل يعني النجوم وناس كتير حتى أقارب كمان كانوا يطلعوا معنا وما كنت أعترض أبدا. تمام. وصلنا لمرحلة إنه طب يا عمي مدام يعني في ذاك الوقت زوجتي كانت حامل ببنتي وبنتي أجت للدنيا الحمد لله رب العالمين وبعدها أنهينا هذا الموضوع. فأنا يعني بدأت أفتح ملف إنه يا أبو يزن إذا في مرافقين اعملوا حسابي بمرافق. فالفترة اللي أنا يعني يعني أول حفلة أجت بعد طلبي أجت حفلة سعودية تمام. فراحوا قالوا إنه فركش ما بدنا ولا حدا يجيب معه مرافق فقلت لهم يا جماعة أنا ما عمري بحياتي من أول القناة صار لنا مستمرين قديش سنة ونص كان إلها القناة أو أنا سوري مسيرتي أنا كان إلها مع القناة سنة ونص القناة كانت سنتين ونص يمكن عمرها طول السنة ونص ما طلبت منكم ولا مرة أخذ مرتي معي أو أخذ عائلتي معي. هاي المرة الوحيدة اللي إجيت طلبت فيها. فالأصل يعني كرمال عين تكرم مرجع عيون هيك بقول المثل. نعم. فأنا كرمال أحمد إله سنة ونص ما عمره طلب مني ولا طلب. الآن أول مرة بطلب مني إنه يطلع معاه عائلته. فخلينا نطلعه معانا. الآن العشم بالعشم أنا توقعت من القناة إنه يعملوا لي هذه القيمة نحكي أو هذا التقدير. نعم. وأنا ما وجدته. بينما في المقابل كنت أنا أقدم الكثير ما كنت أطلب عليه لا عائد ولا تابع ولا كذا ولا لا 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 إلى آخره. كنا نشتغل هلا مش تشتغل مجانا لا لا كنا نشتغل مجانا في بيناتكم عقد لا 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 كنا نشتغل مجانا أنا أنت وافقت على عقد مجانا إذا مجانا لا 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 قبل العقد وبعد العقد قدمنا كثير من الأشياء لم نأخذ عليها بسبب أنه أنت في كثير أشياء عبد في الحياة بتعني لك القيمة المعنوية أكثر من القيمة المادية تمام. الحمد لله الأمور المادية الله ساترها والحمد لله ربنا رازقنا بس كنت أطلع على القيمة المعنوية. فالآن لما أجيت أطلب اللي أقول لي أخذنا قرار وهذا كلام وسيم أخذنا قرار بعدم مشاركة أي مرافق ممتاز. قلت له حق يعني هلأ يا أخي تأخذ يعني القرار هلأ هلأ لما يعني لما أنا قررت أنه بدي أخذ زوجتي أخذت القرار اللي أقول له لا إحنا ماخذينه من زمان. طب ماخذينه من زمان خبرني فيه صح؟ مش الأصل أنت بتاخد قرار أنت الآن بتاخد قرار أن نوقف مواجهة خبر الناس فيه بتكتب أنه والله وقفنا البرنامج خلصنا تمام. أو مستمرين ما زلنا مستمرين طب خبرني. أما لما أجت الحفلة بتقولي بطلنا نشارك فمن يعني صار الصدام هون أنه يا سيدي حتى لو يعني وجهة نظري بتقول أنه حتى لو أنت أخذت القرار بحترم قرارك الإداري بس في شخص إله سنة ونص معاي طلعنا فيهم فوق ال 15 حفلة أو 16 حفلة ما عمري طلبت أخذ زوجتي معي. أول مرة بطلب عدي لي هالموضوع كرمال عين تكرم مرجع عيون تمام. هل هذا الإشي بيستاهل خروج أحمد الكردي من القناة؟ يعني هذا أنت برأيك أنت الآن موضوع جزء أنت كنت أيامها حميان والموضوع معك فاين لا لا الآن بعد ما كناظر للموضوع الآن بعد ما رأت الأمور برجع وبقول لك أنه كان الصح وإيش الأصح كان الصح انه انا اتخذ اكشن يعني كان بس مش خروج كان يمكن انه ما اشاركش في هديك الحفله او ازعل او اخذ كذا وانت ما شاركت بس الـ الـ الاصح كان انه اضل محافظ على مكانتي الموجوده مع الشباب ومع التيم وبلش وقتها انه يعني يصير في طلبات خاصه يعني لاحمد الكردي لانه صار كان في كم انتاج كبير فصار في اغاني تنطلب على المسرح وتنطلب على الهواء والجمهور يطلبها. الأصح للأمانة وأنا الآن على الهواء الأصح كان أنه مش لازم أترك الصح كان لازم أنه أخذ أكشن على هذا الموضوع بس مش الأكشن أنا مش راح أحكي شي بعد هيك لأنه أنت صراحة يعني كلامك جميل. السؤال هون بطرح نفسه طبعا إحنا ضل معانا دقائق لانتهاء الحلقة طبعا هذا عشان الناس ما تفهم غلط الآن يا جماعة علاقتي بوسيم أكثر من أخوي وصديقي وصاحبي يعني وجمعتنا أكثر من جلسة وأنا فيه شغلة عبد نعم. ما بحب أترك بخلاف يعني حتى لو في خلاف بيني وبين الشخص المقابل إلي بنختلف بالعمل بس على الصعيد الشخصي ما بنتقل لما لا أنا بضل أتواصل معه ويحكي معي وأحكي معه ما له دخل طيب اختلفنا في الشغل يعني طيب سؤالي لك هون بعد كلامك الجميل صراحة وردك الحلو
لو الآن عرض على الفنان أحمد الكردي العودة للعمل أو العودة للانضمام في قناة كراميش كنجم، ردة فعلك أو يعني شو قرارك؟ يعني ربما، لكن بالشكل الفني، يعني بالشكل الفني الذي أريد. يعني ممكن نشوف في المستقبل أحمد الكردي؟ طبعاً، ليش لا، بس بالشكل الفني اللي أنا حاب أظهر فيه. أنا صراحة نرجع لنفس الدوامة، إنه بدك تطلع تقدم شيء كتير حلو بس ما تضحك الناس عليك. تمام، أنا عندي هذا، يعني بدك تمسك العصاية من النص، في بوادر حيث إنه لهون في بوادر لا يعني عودة أحمد الكردي. والله لما لا، إذا صار يعني لما لا. أنا يعني من هايدي المنصة وعلى برنامج المواجهة، يعني بدي أطلب منك زي ما كل الجمهور عم بطلب، إن شاء الله إنه يكون في تقارب بالمستقبل بينك وبين إدارة القناة. أحمد الكردي كنت يعني ما زلت أخونا وحبيبنا الكبير. الله يسعدك. اللي كنا والله في كل سفرة، أنا يعني ما تنسيني بآخر دقيقة، بدي أقولهم إنه يا جماعة مرة عبد لازم أقولها على الهواء. مرة عبد كنا في سفرة بالسعودية. عبد؟ نعم بالسعودية. وعبد طبعا مقضي طول النهار وإحنا في الفندق، وهو بيسبح بالمسبح، فطول النهار شو صار فيه؟ انحرق أكتافه وانحرق جلده وصار أحمر بأحمر. فأنا شفته بالليل، فأجيت أمزح معه هيك، مسكته من كتافه كالعادة، بقول له شو عبود وينك اليوم؟ ويا حرام صار لكم عبودة، عيط ونزل تحت ال والله كنت كنت يعني كان حقه، مش إنه بمثل يعني اليوم كان في جرح، وأنا أقول له يا عبد بطل تمثيل ولك خلص وكذا. بعدين أحكي لكم يا جماعة، نتابع الأستاذ وسيم يوم مسكوا عن فراد وقال له يا أحمد لا تمزح مع الصغار، أي مش حلو بحقي بس لازم أقول لك يا مش عارف شو. لا اللي ما تمزح مع الصغار بلاش خلص، أنا عارف شو بدك تحكي، نتابع. طيب أستر عليك. بدي أسمع أغنية هيك، آخر أغنية حطلبها منك اليوم، إشي على زواك يعني شو بتحب؟ نسمعك إشي للروابي معلش. نعم. ونقول ألا يا نسيم الروض ما لك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبا، ألا ألا يا نسيم الروض ما لك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبا، لعل حبتنا خبروا بسقامنا فأعطوك رياهم فجئت طبيبا، لا لا لن تقول وداعا بل قول إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى إن لم يكن فوق الثرى فبجنتي رب السماء، لا 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 تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء، لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. ما شاء الله، طيب الله هذه الأنفاس كما يقولون. ما شاء الله عليك، الله يسعدك. صوت رائع وجميل، أنا من عشاقه. الله يسعدك. بدي أنهي في قضية ملاحظة أخيرة، يعني أنا عتبان عليك فيها والله، وهي ملاحظة يعني يا رب خير. أحمد الكردي أنت معتبر كل القناة أخوانك. طبعا المفروض أنك تسأل أخوانك زي ما هم بيسألوا عنك. والله مظبوط هذا الكلام، بصير انه ما بصير والله تسال عني، والله تحكي لي انشغالات الكل. لا والله شوف، رحم الله امرئ يعني اهدى الي عيوبي، يمكن انا مقصر في هذا الجانب والله.
بسبب كثير اشياء يعني بسبب الانشغالات احيانا الدنيا هيك بتاخذنا وبين شغل لشغل الانشغالات ما حتكون متواصله مش متفرق صحيح لكن يعني اذكر انه دعيت الى مكانين تجمع تجمعت فيهم القناه وكان لسوء حظي يعني انه غير التجمعين صراحه انا عتبان عليك في امر يعني لما توفي والدك رحمه الله عليه بال 2010 نعم لقينا كل جروب كرميش موجود معك نعم صحيح يعني قبل سنه من الان توفى والد وسيم عواد ما شفناك لا في كنت بيت الاجر صدق ما شفناك بس سيدي سال وسيم هو اللي حكى لي لا كيف اجيت انا ومصطفى كان في البلد وجيت انا ومصطفى وخالد العظم مش منطق لا انا بعتذر والله وحتى انا جاي اراجعك في الموضوع طب يا سيدي حتى بوفاه والدته كمان يا سيدي معناها والدته اللي ما اجيت فيش شيء ما اجيت ابدا انا سامع يعني يمكن رح. يمكن الوحيد اللي يعني ما قدرت اروح له وللامانه يعني اللي بدي احكي لك عنه انا الان على الهواء يعني يعني بتقدم له باحر التعازي واخوي وحبيبي يمكن محمد عدوي بالزبط. لانه كنت كتير وقتها مشغول ويعني يعني بتمنى انه يسامحني اول شيء صراحه احنا العتب هذا يعني كان منه من او مني باب من باب والله من باب المحبه احنا كنا في يوم من الايام اخوان طبعاً. اللي ما بيحبك ما بيعتب عليك بس أكيد. اللي بيحبك بيعتب عليك اكيد طيب شو رايك بالحلقه اليوم والله انا شايفها جميله كنت اتوقع كنت اتوقع صداميه اكثر يعني انا ما بقدر انت زي اخوي الكبير ومعنا 9 سنين مش 8 سنين 9 سنين طيب ابو حميد بدي اشكرك شرفتنا اليوم والله انا اللي بدي اشكركم على هذا على هاي الاستضافه وبدي اشكر القناه واداره القناه والعاملين فيها يعني ممثله باخوي وحبيبي ابو يزن وسيم عواد وكل كادر القناه وكل التحيه لجمهورنا الحبيبي اللي ما زال لليوم بيسال عنا ومتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومنهم يعني بشرى عبر برنامجك ان شاء الله قريبا يعني عمل فني او البوم فني لاحمد الكردي وان شاء الله انه يكون لنا نصيب نصور منه كليب ويظهر على قناه كرم والله انا يعني بالتوفيق لك الله يسعدك انا والجمهور وكل الناس بتمنوا انه نرجع نشوفك في القناه ان شاء الله واحنا صراحه راح نكثف جهودنا بما انه في استعداد وانا كنت مع القناه برضه امبارح وقبله برضه في استعداد فان شاء الله نقدر نقرب وجهات النظر إن شاء الله. لعوده الفنان احمد الكردي ان شاء الله هيك وصلنا لنهايه الحلقه تسلم عبد شكرا لك وشكرا بدي اشكرك للمره الاخيره هون معنا كل الاحترام جمهورنا الحبيب تابعونا الحلقه الجاي مع نجم جديد او نجمه جديده يوم الخميس القادم في تمام الساعه 10 مساء تحياتي لكم محبكم عبد القادر الصباحي الى اللقاء